الله. حتى من الناحية المنطقية يا جماعة الخير، عندي مشروع تعسر، زواج ما تم، مرض مفاجئ، مشكلة اجتماعية، مشكلة حتى سياسية للبلد، اقتصادية للبلد. شوف، عندنا مخلوق له قدرة محدودة، وعندنا خالق لا حد لقدرته. فأنا إذا لجأت للخالق الذي لا حد لقدرته حتى من الناحية المنطقية، أنا ألجأ إلى القادر على كل شيء. فلا عجب أنه ييسر لي وتنحل القضية.